أثابكم الله، هذا مستمع لم يذكر اسمه ولم يرمز له، بعث عددا من الأسئلة. يقول في أولها: ما حكم تغطية وجه المرأة في الطواف والسعي مع العلم أن الحرم دائما مزدحم بالناس؟ وما حكم لبس الشراب والقفاز في الطواف والصلاة سواء في البيت أو في الحرم؟ يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، سواء كانت في الحرم أو في غيره، وسواء كانت في الطواف أو السعي أو في غيرهما، يجب عليها أن تغطي وجهها. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهن محرمات في الحج، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا يكون في الطواف وفي السعي وفي الطريق وفي أي مكان. المرأة عليها أن تتقي الله وأن تغطي وجهها، حتى في الصلاة إذا كان عندها رجال ليسوا من محارمها إنها تغطي وجهها في الصلاة وفي غيرها، لما في ذلك من درء الفتنة والوعد عن الشر. وأما لبسها للشراب على الرجلين فلا بأس به، لأن هذا يسترها، وهي غير ممنوعة من تغطية الرجلين وستر الرجلين بالشراب أو بغيرهما وهي محرمة أو غير محرمة. وأما لبس الشراب على اليدين إذا كانت محرمة إن هذا لا يحل لها، بل تغطي كفيها بالثوب أو بالعباءة، ولا تلبس القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، فتغطي يديها بغير القفازين في ثوبها أو بعباءتها إذا كانت محرمة. أما إذا كانت غير محرمة فلا بأس أن تلبس القفازين، المهم أن تغطي كفيها إما بالقفازين أو بالثوب أو بالعباءة إذا كانت غير محرمة. أما المحرمة فتتجنب القفازين وتغطي بغيرهما. نعم.